السلام عليكم، تحية لكل الحاضرات، لكل الحاضرين. سعيد أن نتواجد معكم في هذا المكان في وزارة الثقافة، بين شعراء وشاعرات، بين مثقفين ومثقفات. طنجة بالنسبة لي باختصار أكبر من الرباط، رغم أنني قضيت حوالي نصف قرن في مدينة الرباط. اعتبرت طنجة بسهل، أنا لا في كلامي لا أنافق ولا أرمي ورودا هكذا على مدينة من المدن. بالنسبة لي طنجة قلت فيها ما لم أقله في مدينتي. طنجة الاستقرار، طنجة الأمان، طنجة الأمن. وبالتالي في بدايتي في طنجة قلت أو كتبت أن من دخل طنجة فهو آمن. كنت آمناً مستقراً أنا وأسرتي الصغيرة. قضينا سنوات بينكم ومعكم، ليس فقط في طنجة لأنني كنت أشتغل في جهة طنجة طوال الحسيمة، ولكن عاصمة الجهة طنجة واستقراري ومقامي في طنجة. وبالتالي كما قال صديقي محمد، حتى ولو غادرت بعد 3 أشهر أو 4 طنجة فطنجة لن تغادرني، لأنني سأعود للإقامة فيها مرة بعض المرات، سواء في زيارات لأصدقاء أو زملاء، أو إذا طلب مني أن أحضر ندوة أو لقاء أو منتدى. طنجة ستبقى في القلب. أنا يا مدين سأكون صادقا معكم كما كنت دائما. صحيح أعتبر أن هناك لاحقني ظلم إداري، ولكن مساندة الطنجاويين من مختلف التوجهات، سواء كانوا صحفيين، إعلاميين، قضاة، محامين، أطباء، جمعويين، حقوقيين، شعراء، مثقفين، في كتاباتهم، في تدويناتهم التي فاقت المئات في إحدى التدوينات التي كنت بها منذ 3 أيام. هذه المساندة وهذا الدعم المعنوي كان ردا صريحا واضحا قويا على ذلك الظلم الآتي من المركز. بصراحة أنا مدين لكم، وسيبقى هذا الدعم هنا في قلبي ما تبقى لي في هذه الأرض. أنا أعرف ربما لم يتبقى لي كثيرا، ليس فقط على المستوى الإداري بل حتى على مستوى هذه الحياة. قد أقضي نحبي بعد 3 أو 4 سنوات، ولكن ما دمت حيا سيبقى دعم طنجة والطنجاويين بالخصوص معي. وقد ساندني، وأعترف أن هذا الدعم سيفعل فعلته، بل بدأ يقوم بتأثيره على الذين ظلموني. أوجه من هنا، من هذه القاعة، تحية صادقة لكل الطنجاويين، لكل الشماليين، لكل من يسكن أو يقطن طنجة وتطوان والحسيمة وباقي المدن السابحة في هذه الجهة العالية التي تعتبر بالنسبة لي من الجهات المتميزة. كنت أتمنى، سأكون صادقا معكم، كنت أتمنى أن أظل هنا، ليس من أجل هذا المنصب الصغير أو من أجل هذه المسؤولية الصغيرة، فالمناصب والمسؤوليات زائلة وعابرة، ولكن من أجلكم ومن أجل أيضا لأن ارتحت أنا شخصيا وزوجتي وابني وابنتي في هذه المدينة. سأعيد ما قلته منذ 3 أيام في بيت الصحافة. صحيح أن ذلك الخبر الظالم والجائر صدمني، ولكن عندما كنت أقرأ تلك التدوينات، تلك الكتابات، بكيت مرارا كما بكت زوجتي وابنتي وابني الذي يدرس الآن سنة أولى في كلية كارلوس بريس بمدريد.
ليس من أجل البقاء، ولكن من أجل هذا الظلم الذي لحقني. ولكن أقول ظلمت فانتصرت. شكرا لكم. أبت الرابطة بهذه المناسبة إلا أن تقدم درع الرابطة تقديراً وتكريماً لمجهودات أستاذ إبراهيم الشعبي، يقدمها له أستاذ محمد بن زياد. شكرا. 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 شكر